إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اهلا وسهلا بكم في قناة صح وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهاردة يا جماعة هنكمل سلسلة فيديوهات التوعية الصحية اللي ابتديناها مع بعض على قناة صح وتخسيس. الناس اللي أول مرة تشوفني يا جماعة على القناة، قناة بتقدم مجموعة متنوعة من الفيديوهات الخاصة بصفة عامة عن الصحة والتخسيس بصفة خاصة. ياريت يا جماعة نرجع الأول نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على قناة صح وتخسيس، ولو عجبنا المحتوى من الفيديوهات يا جماعة ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. ياريت يا جماعة ما ننساش شير القناة لكل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. طبعا انتوا عارفين والناس اللي متابعه معايا اول باول ان انا الفيديو اللي فات وعدتكم ان انا هتكلم عن موضوع العطس في زمن الكورونا. زي ما انتوا شايفين في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي واتخاذ العديد من الدول اجراءات شديده جدا واحترازيه لمنع تفشي فيروس الكورونا، كتير من الناس يا جماعه بيخافوا ان هم يعطسوا في الاماكن العامه، لان ده لو انت حصل لك انك انت عطست في اي مكان عام يا جماعه كفيل انه يجعل سيادتك محل شك وتخلي كل الناس تنفر منك وتبص لك بصه وحشه وكل الناس بصلك انك انت عندك الكورونا. عشان كده معظم الناس يا جماعه في الفتره دي بتحاول تكتم العطس على قد ما تقدر. فالفيديو ده يا جماعه هنتكلم فيه عن خطوره كتم العطس وأضراره الشديدة جدا اللي الناس مش مدركاها. أنا بشوف ناس كتير يا جماعة حتى وأنا ماشي في الشارع بتكتم العطس، عشان كده قررت أعمل لكم الفيديو ده النهاردة عن أضرار كتم العطس، بس هتنتظروني بعد الفاصل. الفصل يا جماعة واهلا بكم مرة تانية في قناة صحة وتخسيس. دكتور، هو ايه العطس يا دكتور؟ العطس يا جماعة ده عبارة عن انعكاس وحركة لا ارادية ما يقدرش الانسان يا جماعة يتحكم فيها، بيرتكز في جزء معين في الدماغ بيسمى النخاع. عبارة يا جماعة عن خروج الهواء من الانف والفم نتيجة وجود اجسام غريبة في الانف، عشان كده الجسم بيعمل عملية العطس عشان يساعد في طرد الجراثيم والبكتيريا اللي موجودة في الجهاز التنفسي. يعني العطس في حد ذاته حاجة مفيدة جدا يا جماعة. طب دكتور، امتى يحصل العطس او ايه هي اسباب العطس؟ اول حاجة اسباب العطس يا جماعة الجزيئات بتاعة التلوث او اي حاجة بتسبب حساسية الجيوب الانفية او حساسية الانف بصفة عامة. تاني حاجة، في ناس بتعطس يا جماعة لما تتعرض لضوء الشمس، بيسموه يا جماعة ظاهرة العطس الضوئي، وده بيحدث لثلث الاشخاص حوالين العالم لما يبصوا ناحية الضوء. في ناس تانية يا جماعة بتعطس نتيجة أدوية معينة زي إن هي تاخد مثلا مخدر في الوريد. في ناس بتعطس يا جماعة نتيجة الأكل بكمية كبيرة. في ناس بتعطس نتيجة الأمراض العصبية زي السرطان. طب يا دكتور، هو دي أسباب العطس، طب العطس إزاي بيحدث؟ أول حاجة يا جماعة لما يقوم أي شخص، لو أنت حاولت تعمل دغدغة للبطانة العلوية داخل الأنف، يعني لو حاولت تدخل حاجة داخل التجويف الأنفي يا جماعة وتعمل دغدغة بسيطة، تقوم الأعصاب يا جماعة بإرسال إشارات للمخ، بيحصل بعد كده يتبعها إن عينيك بتغلق نفسها مباشرة، الصدر عندك بينكمش، وتتحفز الرئة على طرد الهواء بسرعة 100 ميل في الساعة كأنها انفجار. طيب دكتور، المعدل الطبيعي للعطس في النوبة الواحدة من مرتين او ثلاث مرات في كل نوبة عطس. العلماء يا جماعة بيقولوا ايه عن العطس؟ بيقولوا ان العطس بيساعد في اعادة ضبط اعدادات الانف لوضعها الطبيعي. لكن على نقيض من ذلك، في خبراء بيقولوا ان العطس بينقل امراض. طب يا دكتور، العطس بينقل مرض وانت بتقول العطس مفيد، ايه العمل؟ الحل يا جماعة ان انا لما اجي اعطس هعطس في منديل، يبقى في منديل يا جماعة معايا في ايدي اعطس فيه، وبعد كده اتخلص منه في اقرب سلة مهملات، وبلاش نرمي المنديل في الشوارع،
وبعد كده اغسل ايدي بالميه والصابون كويس جدا، ولكن الحل مش اني اكتم العطس. دكتور مايكل بانجر ده متخصص في امراض الانف والاذن والحنجره، قال ان العطس يا جماعه بيختلف من حيث القوه، وفي بعض الاحيان ممكن ان العطسه القويه الواحده ان هي تنفخ الهواء من الانف للاذن بسرعه 500 ميل في الساعه. عشان كده من الخطر جدا انك تكتم العطس، لانك في الحاله دي بتعيد توجيه القوه دي لداخلك، بدل ما تنطرها لبره بتعيد توجيه القوه للداخل، وده خطير جدا جدا يا جماعه. كتم العطس يا جماعه بيؤدي لزياده الضغط داخل الجهاز التنفسي لحد اكبر من عمليه العطس نفسها بحوالي من 5 ل 24 مره. تمام يا جماعه؟ ناس قالت لي في خرافه بتقول يا دكتور ان كتم العطس بتؤدي ان العينين يتم بروزها لبره. بص يا جماعه الكلام ده خرافة، كتم العطس ما بيؤديش لبروز العينين، ولكن بيشكل ضغط على العينين. طيب في سؤال تاني، او في كانت خرافة تانية في صورة سؤال، كان بيقول هل يمكن ان يسبب العطس يا دكتور نوبة قلبية، او هل هناك صحة للاعتقاد الشائع بين الناس ان كتم العطس بيسبب توقف القلب؟ طبعا دي إشاعة يا جماعة بتقول إنه بتتوقف جميع أجهزة الجسم التنفسية والهضمية والبولية أثناء العطس، ونبض القلب بيتوقف لمدة ثانية أو جزء من الثانية. الحقيقة يا جماعة إن الكلام ده كله إشاعة، والحقيقة إن لا يسبب العطس ولا كتم العطس توقف القلب، ولكنه بيؤثر بس بشكل مؤقت على معدل ضربات القلب. الناس اللي معايا في القناة والناس اللي متابعاني في القناة لازم من دلوقتي تشيل الخرافات، مفيش مكان معانا ان في خرافة للناس اللي متابعاني. اي حاجة خرافية يا جماعة هنتخلص منها اول باول. طيب دكتور ايه هي اضرار كتم العطس؟ يعني انا لما اكتم العطس دلوقتي ايه المشاكل اللي انا ممكن اتعرض لها؟ لا ده في مشاكل كتير، اولها فقدان السمع. طبعا نتيجة للضغط المصاحب انك انت كتمت العطس بتاعتك في الجهاز التنفسي، بيحصل مرور هواء مضغوط حدته بتبقى من متوسطة لشديد عبر انبوب اسمه استاكيوس. انبوب استاكيوس ده يا جماعة ده ممر صغير بيوصل ما بين الاذن الوسطى والبلعوم الانفي، ده موجود في الاذن يا جماعة. نتيجة مرور الهواء المضغوط ده الشديد جدا نتيجة كتمة سيادتك للعطس، بيحصل تمزق لطبلة الأذن، فبيحصل عندك فقدان للسمع. طبلة الأذن دي يا جماعة ممكن تلتئم، التمزق اللي حصل ده في طبلة الأذن ممكن يلتئم في أسابيع قليلة بدون علاج، لكن لو الحالة شديدة يا جماعة بنضطر فيها للتدخل الجراحي. دي أول مشكلة. تاني مشكلة لكتم العطس عدوى الأذن الوسطى اللي بنسميها الأوتايتيز ميديا، لان طبعا يا جماعه بيسبب اعاده توجيه الهواء المضغوط اللي كان مارر في الممرات الانفيه للاذن ويروح للودن. يعني في هواء كان داخل من الانف بتاعت سيادتك ويرجع تاني للودن، طبعا ده بيسبب انتقال المخاط اللي موجود هنا للاذن الوسطى، والمخاط ده مش موجود لوحده، المخاط ده فيه عدوى نتيجه البكتيريا والفيروسات اللي موجوده في المخاط اللي كانت في الانف بتاعت سيادتك. فبالتالي المخاط ده لما يروح على الودن من الانف للاذن هيضطر يعمل عندك التهابات في الاذن الوسطى، ودي علاجها يا جماعه عن طريق المضادات الحيويه. ثالث خطوره لكتم العطس يا جماعه، بيحصل تلف للاوعيه الدمويه اللي موجوده في الانف والعين وطبله الاذن نتيجه زياده الضغط على الاوعيه الدمويه الموجوده في الممرات الانفيه، فده طبعا بيزود عندي خطر الانفجار. ونخلي بالنا ان احمرار الانف من الاعراض الجانبيه المصاحبه للمشكله الخطيره دي. رابع مشكله يا جماعه يعملها كتم العطس اصابه الحجاب الحاجز، طبعا دي حالات نادره لكن للاسف حصلت لما بيتسرب الهواء المضغوط وبيؤدي للشعور بالام شديده بالصدر وردود بالحجاب الحاجز. كتم العطس ممكن يؤدي الى نزيف في المخ، لان طبعا كتم العطس بيسبب الضغط الناتج بيعمل تمدد في الاوعيه الدمويه الموجوده في المخ،
تعمل لي زياده مفاجئه في ضغط الدم بيؤدي الى نزيف المخ. سادس حاجه يا جماعه، ودي حاجه حصلت فعليا وهحكي لكم قصه عليها، ان هو احيانا بيحصل تمزق للجزء الخلفي من الحلق بسبب زياده الضغط نتيجه كتم العطس. في راجل كان عنده 34 سنه في مدينه ليستر البريطانيه اصيب بتمزق في الحلق بعد ما حاول انه يكتم عطسه قويه، لان مزق الضغط الناتج عن العطس الانسجه الرخوه اللي موجوده في الحلق، والراجل قال انه شعر بفرقعه في عنقه في رقبته يعني، بعدها شعر بألم شديد وصعوبة في البلع والكلام. لما فحصوه الأطباء يا جماعة لقوا عنده تورم وتهتك في الحلق والعنق عنده، وأظهر فحص الأشعة إن الهواء هرب من القصبة الهوائية للأنسجة الرخوة من العنق عبر التمزق. الأطباء علشان يعالجوا الحالة دي يا جماعة اضطروا يغذوا الرجل عن طريق أنبوب علشان الأكل ما يعديش عن طريق الحنجرة لمدة 7 أيام علشان يدوا فرصة للأنسجة إن هي يحصل لها عملية شفاء ذاتي. عشان كده أطباء بمستشفى ليستر الملكي قالوا إن محاولة وقف العطس عبر إغلاق إنك أنت تقفل عينيك وتقفل الأنف والفم محاولة خطيرة ويجب تجنبها نهائيا. رقم 6 من خطورة كتم العطس يا جماعة، إن هي بتأثر على صحة العيون نتيجة إن هي بتكسر الأوعية الدموية في الجزء الأبيض من العين، عشان كده تلاقي كدمات حول القزحية عند معظم الأشخاص اللي بيحاولوا كتمان العطس. طيب بعد كده يا جماعة، هل ممكن إن الإنسان يموت بسبب إنه يمنع العطس؟ ممكن، هو شيء نادر بس ممكن، لأن ساعتها بيحصل تمزق في الأوعية الدموية اللي في المخ، وده يا جماعة مميت في حوالي 40% من الحالات. بعد كده يا جماعة، من خطورة العطس عندنا انه بيحصل كسور في الضلوع. في الناس كبيرة السن يا جماعة الكتم العطس بيتسبب في دفع الهواء عالي الضغط للرئتين بقوة كبيرة، مما يسبب في كسر الضلوع، وللأسف المشكلة دي بتبقى خطيرة جدا خاصة عند الناس اللي هي الكبيرة في السن. رقم 9 من خطورة كتم العطس ان بيحصل احيانا تهشيم الحنجرة والاصابة بالشلل في العصب الوجهي والاصابة بالشلل النصفي لعدم وصول اكسجين كافي للمخ. بعد كده عندنا ان احيانا بيحصل ارتداد للدم في الرقبة والرأس بيؤدي للوفاة، واحيانا بيحصل ضرر بعضلات الرأس وإتلاف للجيوب الأنفية. دي يا جماعة كل المخاطر الخاصة بعملية كتمان العطس، عشان كده ما بننصحش أي حد من الناس إنه يكتم العطس. كل اللي احنا عايزينه من الناس إن هي أثناء العطس تعطس عادي مفيش مشكلة، في منديل ترمي المنديل في أقرب سلة زبالة، تغسل إيديها بالمية والصابون كويس جدا. ولكن في نفس الوقت يا جماعة في أضرار للعطس بشكل مندفع، يعني في ناس الاقيها عطش في صوت جامد جدا يعني، وتندفع في العطس بطريقه جدا يعني، ليه يا جماعه؟ لدرجه تحس ان جسمها هيتقلب. لا يا جماعه، احنا في كمان اضرار العطس بشكل مندفع. يعني عايز اقول لكم ان لو في شخص عمل عطس بشكل مندفع وكان قايم بجراحه في الجيوب الانفيه، الموضوع ده بيؤدي الى دفع الهواء في المنطقه الفارغه حول العين، فبيؤدي الى انتفاخ العين عنده. دفع الهواء داخل تجويف المخ بيؤدي كمان للصداع والسكته الدماغيه. تاني حاجه، تالت حاجه ممكن يعملك اصابه الرقبه بسبب التمديد المفاجئ في الرقبه. بعد كده عندنا في ناس نتيجه اندفاعها في العطس جدا بيحصل عندها سلس البول بشكل لحظي، تلاقيه البول ممكن ينقط على نفسه نتيجه العطسه، فبرضه نحاول نتحكم في العطسه بحيث ما تبقاش العطسه اللي هو انا بعطس بشكل مندفع جدا، لان ليها الاضرار اللي انا قلت عليها. انا حبيت اتكلم عن الموضوع ده لان انا شايفه ان هو موضوع خطير جدا والناس مش واخده بالها منه. اوعى تكتم العطسه، في نفس الوقت ما نعطس بشكل مندفع جدا عشان خاطر الاضرار دي. يا ريت يا جماعه نشير الفيديو ده على اكبر نطاق احنا عارفينه، لان للاسف في ناس
بتتوفى نتيجة كتمانها للعطس أو بتسبب لنفسها أضرار بالغة نتيجة لكتمان العطس، خوفا من إن حد يسيء فيها الظن إن ده عنده كورونا والناس بتنفر منه والناس تبتدي تبص عليه بصة وحشة. يا ريت يا جماعة لو أي حد عنده أي كومنت يكتبه لي تحت الفيديو، يا ريت يا جماعة نشير الفيديو ده لكل الناس عشان الناس كلها تستفيد. يا ريت يا جماعة، أنا بشكر طبعا الناس اللي بتشترك معايا في القناة الجديدة، أنا بتابعكم واحد واحد، كل الناس اللي بتسألني أسئلة على القناة يا جماعة الرد بيجي لها خلال 24 ساعة بيكون عندها الرد، وأكيد الناس اللي بتتابعني عارفة الكلام ده. بشكر كل الناس المتابعين الجداد ليا، أنا الناس المتابعة الجداد ليا يا جماعة أنا بكتب كل الناس المتابعين للقناة عندي في أجندة خاصة علشان الاهتمام بيهم، لان دول الناس الاولين الموجودين معايا على القناه. لو عجبنا الفيديو يا جماعه ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بصحه بصفه عامه وتخصيص بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش شير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنتم في قناه صحه وتخصيص، كان معكم دكتور حنس حشمت.